مدينتنا ومكان سقوط أحد البراميل على مدينتنا وحسب الله على البراميل. انظروا لهذه الجروح، عمقها ما يقارب 3 أمتار. مدينة نوى، آثار الدمار جراء سقوط أحد البراميل بالقرب من هذا المنزل حسبنا الله ونعم الوكيل. دمار هائل في هذا المنزل، المنزل مؤلف من 3 طوابق. لم يبقى شيء سليم في هذا المنزل حسبنا الله ونعم الوكيل. دمار كبير جدا في هذا المنزل جراء سقوط أحد البراميل بالقرب منه. انظروا ماذا يفعل ضغط البراميل في البيوت القريبة من مكان سقوط البراميل حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذا الدمار كله بسبب الضغط جراء سقوط أحد البراميل بالقرب من هذا المنزل، فكيف سقط على هذا المنزل حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم يا عرب، لا سامحكم الله أيها العرب، لا سامحكم الله أيها الشعوب العربية. دمار هائل جدا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذا الدمار كله بسبب الضغط. بسبب سقوط برميل بالقرب من هذا المنزل. حسبنا الله ونعم الوكيل، انظروا ماذا فعل هذا الضغط، ضغط البرميل. حسبنا الله ونعم الوكيل.